بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم، ونحن دائما بالحقيقة نتواصل مع انطلاقات هذا الميدان، ميدان الطي الذي دائما نتواجد معه ومع انطلاقاته الجميلة في هذا التراث الجميل، تراث الآباء والأجداد، التراث الذي أوصى به المغفور له الشيخ زايد وسلطان آل نهيان طيب الله ثراه. أيها الإخوة، شوطنا الرابع خصص للجعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب بالحقيقة من أبناء القبائل، فالباب مفتوح، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. شوطنا الرابع يحمل الآمال، شوطنا الرابع في أسرار كثيرة، شعارات لها إنجازات جميلة في هذا العالم. لا نسبق الأحداث، نسير إلى المقدمة. يا سلام يا سلام على الخوار في المركز الأول، هو من يستفتح إذا عترة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد مكتوم خلف بن مطر بن علوان. النقلة على هملول في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد مشعل. في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. النقلة على المركز الرابع صوغان وتعود ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوى. النقلة على المركز الخامس محبوب في خامس المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد. الحذر الحذر بدأ يقترب اسم جميل ومميز، ومحمد بن خليفة بن قحيد على رابع المراكز. النقلة على هملول في المركز الخامس، سادس المراكز شاهين كلهن تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. النقلة على المركز السابع اللي في المركز السابع سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم حير بن سيف بن واس. نقل على ثامن المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم عبد الله بن علي بن واس. هاي النتيجة، هكذا هي النتيجة، والستمية متر الأخيرة اللي توصلنا عن خط النهاية، وشاهين بدأ يغير، غير خذ المركز الأول، ما شاء الله يا شاهين، تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والمميز من قبل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم. والخطير الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد الحذر في ثاني المراكز لمحمد بن خليفة بن قحيت فرفور، يأتي ثالثا خليفة بن عبيد الحميري. ها هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، الله يا شاهين، مسيطر شاهين، الحذر قادم، الحذر قادم، ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا النجمة الصفراء، دائما وابدا لامعة بالناموس. تهانينا والناموس لمحمد بن خليفة بن قحيت بمناسبة فوزه بالمركز الاول، والسلام سلام سلام سلام. المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم، المركز الثالث فرفور خليفة بن عبيد الحميري، المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، المركز السادس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد مكتوم. ثاني المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد مكتوم، المركز التاسع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد مكتوم، في المركز العاشر ايضا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد مكتوم. توقيت الزمن 6 دقائق 11 ثانيه 61 جزء من ثانيه. تهانينا وانا مسلم محمد بن خليفه من حجمه سوت فوز حجنه بالمركز الاول.